قمر ثاني يضيء دبي، لكن بدلا من السماء فهو على الأرض بارتفاع يبلغ 200 متر وتكلفة تصل لخمسة مليارات دولار. كشفت شركة مون وورد الكندية للتصميم والتطوير العقاري عن تصورها لإنشاء مجمع سياحي هائل باسم مون دبي، الذي سيتكون من فنادق وأماكن جذب في مبنى ضخم يعلوه مجسم للقمر ينير أفق مدينة دبي. من المتوقع أن يجذب المنتجع أكثر من 2.5 مليون سائح سنوياً لتجربة مشاهدة القمر عن قرب كبديل اقتصادي للسياحة الفضائية، وسيستوعب المجمع 10 ملايين زائر سنوياً، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤه 48 شهراً على حد قولهم. وينصب تركيز المنتجع على الهندسة المعمارية والتصميم والتكنولوجيا الرائدة، كما سيضم منصة تدريب لرواد الفضاء من مختلف الجنسيات. يذكر أن الإمارات سترسل مركبة تسير على سطح القمر في نوفمبر القادم. ما رأيك بمستقبل الاستكشاف الفضاء العربي؟